حضرتك استعديتي العميد طارق يعني في فنانين كتير بيقولوا لنا مثلا قعدنا مع ظباط تعرفنا حياته ماشيه ازاي بحيث ان الطريقه او الكلام يكون قريب منه شويه. قعدنا شويه بس استعداد كان قبليه في الجيم بقى لان ده عمليات خاصه وحاجه كده. هو وانا المفترض كنا عملنا في البدايه كنا بنعمل لبس العمليات الخاصه وجينا وظبطنا اللبس بتاع العمليات الخاصه كله وده كان يتطلب فتنس شديد جدا لانه لو انا هخش في الاقتحامات دي فلازم فتنس كويس. فاستعديت في الجيم بعد شويه في الجيم مش شويه حلوين يعني. لكن لما جينا بقى ننفذ قالوا لنا لا القيادات ما بتبقاش هي لابسه لبس العمليات الخاصه خصوصا ان هو العميد طارق ما هوش من العمليات الخاصه اصلا اساسا هو كان من امن الدوله فبيطلع العمليات دي بس ما بيبقاش لابس اللبس ولابس العادي بس بيبقى لابس اللايف